بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة خاصة بالـ Ophthalmic Instruments، الأجهزة المستخدمة في العيادة، الأجهزة المستخدمة في الـ Investigative Unit، والأجهزة الخاصة بالعمليات. ولكن نظراً لكثرة عدد الأجهزة، سوف تقسم المحاضرة إلى جزئين. الجزء الأول سوف نشرح فيه السليت لام، جولدمان ابلانيشن تونوميتر، دايناميك كونتور تونومتري، اوبتيكال باكيمتري، اند لينزوميتر. سليت لام، السليت لام هي سماعة طبيب العيون، وهي المكون الأساسي لأي عيادة رمد. السليت لام بتتكون من جزئين أساسيين: an observation system and an illumination system، والاتنين بيتحركوا على محور واحد بحيث ان both systems are focused on a common point in space. تعالوا نشرح الـ observation system. هنجد إنه بيتكون من an astronomical telescope اللي هو بيكون الـ eyepiece، والمعروف إن الـ astronomical telescope بيكون صورة inverted. لذلك هنجد إن الجزء التالي هو عبارة عن right angle prism لكي يعدل الصورة. الجزء التالي هو عبارة عن بيم سبليتر علشان أشوف بالعين اليمين والعين الشمال. الجزء التالي هو عبارة عن جاليليان تلسكوب، وده وظيفته تغيير الماجنيفيكيشن. الجزء الأخير هو عبارة عن الأوبجكتيف لينز، ودي وظيفتها إنها بتغير الـ working distance من ما لا نهاية إلى حوالي 10 سنتي، وبالتالي أقدر أفحص العين. تعالوا نشرح كل جزء بشيء من التفصيل. نمرة واحد الـ eyepiece، زي ما قلنا it is formed of an astronomical telescope formed of two plus lenses، وبالتالي هيكون لي a magnified inverted image. هذا الرسم بيوضح الـ optics of astronomical telescope عامة وليس للسليت لام فقط. تعالوا نتتبع مسار الأشعة. الـ object موجود على مسافة من الأوبجكتيف لينز أبعد من الـ F، وبالتالي هيكون لي صورة Real, Inverted and Magnified. الصورة دي هتكون أوبجكت بالنسبة للأوكولر، وموجودة على مسافة أقل من الفوكال لينز أو the ocular lens، والوضع ده هيماثل الوضع بتاع الماجنيفاينج لينز او السيمبل ميكروسكوب، وبالتالي هيتكون للايمج دي اللي هي عبارة عن اوبجكت بالنسبة للعدسة التانية a virtual magnified image. الوضع النهائي ان هيتكون لي a inverted magnified image بالنسبة لل original object. الجزء الثاني هو عبارة عن ال inverting prism، وده زي ما قلنا right angle prism to produce an erect image. الجزء الثالث من slit lamp هو الجاليليان تلسكوب، وأيضا هذا الرسم بيوضح الـ optics of Galilean telescope عامة وليس للسليت لام فقط. الجاليليان تلسكوب بيتكون من عدستين:
a convex lens and a concave lens. تعالوا نتتبع مسار الأشعة. Better rays from the infinity هتسقط على الconvex lens فهتبتدي تتجمع، ولكن قبل ما توصل الفوكال بوينت هنضع في مسار الأشعة الكونكيف لينز. الكونكيف لينز دي بتتميز إن هي of short focal distance، بمعنى إن يبقى عندي one focal point للعدستين الكونكيف والكونفيكس، ولكن الكونكيف لينز بتتميز إن هي of short focal distance، بينما الكونفيكس لينز بتتميز بإن ليها long focal distance. المحصلة النهائية إن العين هتستقبل better rays، هتعمل لها projection to the infinity and the image is magnified. عندي وضعين أو حالتين. الحالة الأولانية if the convex lens is present towards the object، اللي هو الوضع المشابه للموجود في الدياجرام. The image is magnified. الوضع الثاني if the position is reversed by a lever. هذا الوضع بسميه reverse Galilean telescope and the image is magnified. يعني عملية الماجنيفيكيشن بيبقى ليها علاقة بوضع العدستين الكونفكس والكونكيف to each other. لو الكونفكس in front الصورة هتبقى magnified، ولو الكونكيف in front هتبقى الصورة magnified. بعد ما اتكلمنا عن الobservation system تعالوا نتكلم عن الillumination system. الضوء الخارج من البلب بيكون في صورة circular light beam، هيمر على diaphragm ويتحول إلى slit light beam of variable width, length and rotation. ميزة السليت lamp إنه we can make cross section through optically clear tissues، وسوف نشرح فيما بعد the different techniques of examination. أول طريقة في استخدامات السليت lamp هي الدايركت ديفيوز، وهذه الطريقة أشبه ما يكون بفحص العين by oblique illumination باستخدام التورش مع وجود ميزة الماجنيفيكيشن في السليت لام. في هذه الطريقة بفتح السليت بيم وبيكون on one side of the observation axis بحوالي 30 ل40 درجة، and this method is used for general gross examination. الطريقة الثانية لاستخدام السليت لام هي direct focal. هنا السليت بيم بيبقى narrow and focused and the angle between the illumination and the observation axis بتبقى حوالي من 45 ل60 درجة and it is used for anterior segment details examination، وده بيعتمد على layer of the cornea or other structure in the anterior segment اللي هعمل عليها الفوكسينج. التكنيك الثالث في استخدامات السليت لام هو الاندايركت illumination. سبق أن ذكرنا أنه هناك ارتباط بين الobservation and illumination systems and both are normally focused on the same point،
ولكن يمكن فك هذا الارتباط عن طريق فتح لوك معين، وبالتالي the illumination beam is focused to an area adjacent to the observed tissue. وهذه الطريقة بتستخدم في فحص الانفلتريت، الديبوزيتس، كورنيال سكارز اند ألسرز. التكنيك الرابع في استخدامات السليت لام هو الريترو اليومينيشن. هنا انا بستخدم الاليومينيشن بطريقة مختلفة، لن اهدف الى التارجت تيشو ولكن to another tissue. مثال الايريس، الضوء المنعكس من الايريس will illuminate the back of the cornea، وتكون النتيجة لو ان انا بفحص vascularized cornea هتظهر as dark lines على background فاتح. الطريقة الخامسة في استخدامات السليت لام هي ريترو اليومينيشن فروم ذا فاندس. الطريقة دي أشبه ما يكون باستخدام الدايركت اوفثالموسكوب، بحيث إن the axis of the illumination and the axis of the observation تقريبا بيبقوا كوأكسيال. الضوء المنعكس من الاليومينيشن من خلال الفندس will illuminate the ocular media، وبالتالي هقدر افحص اي اوباستي موجودة في الاوكولار ميديا. مثال لو انا عندي كاتاراكتس لينز هتبان الجزء الكاتاراكتس as an dark area against a red background. التكنيك السادس للفحص بالسليت لام هو السكليروتيك سكاتر. في الطريقة دي بفتح البيم اوف لايت على 2-4 مليمتر، وبحرك الاليومينيشن ارم لاترالي ايمينج ات ذا ليمبس. الضوء هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن وهيضيء كل الكورنيا ويديني باك جراوند فاتح، وده هيساعد في فحص الكورنيا لو فيها سكار فورين بودي او كورنيا ريجولاريتي. الفحص الاخير هو السبيكولار ريفليكشن، وللفحص بالطريقه دي يستلزم ضبط السليت لامب على عده اشياء. نمرة واحد، the beam of light should be about 2 millimeter in width and 4 millimeter long. نمرة اتنين، both illumination and observation arms should have the same angle from the normal. نمرة تلاتة، it is best viewed with one eye. بعد ما بضبط السليت لامب على الوضع ده بعمل look to both illumination and observation arms، وابتدي احرك السليت لامب as a whole with the joystick للامام والخلف للوصول الى التارجت تيشو سواء كان ابيثيليوم أو إنديوثيليوم أو لينز سيرفيس. بعد ما شرحنا جهاز السليت لام تعالوا ننتقل إلى جهاز آخر وهو جولدمان أبلانيشن تونوميتر. هذا الجهاز مرتبط ارتباط وثيق بالسليت لام، بل بيعتبر جزء أساسي منه، ولكن ممكن يكون في صورة جهاز منفصل مثل الهاند هيلد ابلانيشن زي البيركنز هاند هيلد ابلانيشن تونوميتر. تعالوا نشرح
الاوبتكس اوف جولدمان ابلانيشن دينوميتر. في الرسم الموضح امامنا هناك four forces acting on the cornea. نمرة واحد the pressure force acting by the cone trying to flatten the cornea. Against this force is the intraocular pressure. The other two factors are نمرة تلاتة the tear surface tension assist in flattening and نمرة أربعة scleral rigidity resisting the flattening. ووجد أنه لو إن الديامتر of the ablanated area equals 3.06 millimeter فإن two forces of tear surface tension and scleral rigidity will equal each other وبالتالي they will cancel each other والمحصلة النهائية انه هيبقى عندي two factors وهو الفورس اللي applied by the ablanation cone and the force of the intraocular pressure. تعالوا بقى نلخص الكلام ده في نقطتين صغيرين. يبقى ملخص الكلام اللي قلناه a force applied to produce a circular area of flattening اللي هي 3.06 mm in diameter equal intraocular pressure. At that point the scleral rigidity exactly cancels out the force caused by tear surface tension. تعالوا نتكلم على بعض النقاط الكلينيكال الخاصة بالجولدمان ابلانيشن تينومتر. الموضوع الأول تركيب الكون. الكون بيتكون من two prisms mounted side by side but their bases are in opposite directions. لتقريب الصورة هنتخيل شخصين نايمين بجوار بعض ولكن بالعكس بحيث ان راس كل شخص بجوار ارجل الاخر. البريزم الموجود في النصف الاعلى will displace half of the circle towards its apex بينما البريزم الموجود في النصف الاسفل will displace half of the circle in the opposite direction ولكن ايضا towards its apex. The end point is two half circles just touching inside. الموضوع الاخر اللي هنتكلم عنه هو tonometry and astigmatism وده بيشمل عدة نقاط. النقطة الأولى بتقول the flatter the curvature the lower the reading of the tonometer and vice versa وده منطقي لأنه في وجود الفلات كورنيا the power needed or the force needed to reach the target area هتبقى أقل. النقطة الثانية بتقول the intraocular pressure is decreased for with the rule astigmatism and increased for against the rule astigmatism وده تطبيق على النقطة الأولى لأنه with the rule astigmatism the flat meridian will be the horizontal one وده اللي بقيس فيه الابلانيشن تونوميتر وبالتالي هيبقى الانترا اوكلر بريشر اقل.
الايرور اللي بينتج عن الموضوع ده هيساوي تقريبا 1 مليمتر ميركوري لكل 4 ديوبتر استجماتيزم، وده بيبقى موجود فقط في الفيرتيكالي اورينتد استجماتيزم، بينما في وجود الاوبليك استجماتيزم اللي هي بتبقى الاكسيز اورينتد عند 45 درجة or 135 درجة the error is smaller and approaches zero. طيب هصلح الخطأ ده ازاي في حالة ال vertically oriented astigmatism؟ هتلاقي على الكون two marks، مارك لونه اسود ومارك لونه احمر. المارك اللونه اسود ده بيبقى اثناء القياس العادي اللي مفيش فيه استجماتيزم، بينما في حالات الاستجماتيزم هلف الكون بحيث ان العلامة اللي بتقول لي 180 او 0 الفها بحيث انها تمشي مع الخط الاحمر. في بعض الكونز العلامة دي بتبقى متعلمة بالحرف A، يعني هلف الكون بحيث ان الزيرو يبقى مع الA، بينما nothing is done in oblique astigmatism. Dynamic contour tonometry، وده من الأجهزة الحديثة اللي بتحاول أن تتفادى عيوب الجولدمان ابلانيشن تونومتري، مثال الافكت اوف سنترال كورنيال ثيكنس. To minimize these factors the surface of the probe is shaped to accommodate the corneal shape to decrease the corneal deformity. The intraocular pressure is measured by pressure sensor in the center of the probe surface. It can measure intraocular pressure continuously, even detecting pulsatile fluctuations. Optical bathymeter. الاوبتيكال باثيميتر هو جهاز بيستخدم لقياس corneal thickness and depth of anterior chamber. Its optics بيعتمد على refraction through a plate of glass، وده سبق ان شرحناه قبل كده، ولكن للتذكرة ال incident ray هيحصل له refraction at the first interface، وبيرجع يحصل له another refraction at the second interface. المحصلة النهائية ان الـ incident ray هيبقى parallel للـ emergent ray، يعني مش هيحصل refraction وانما هيحصل what we call displacement. Displacement بيساوي T اللي هي thickness of glass plate sin I minus R على cosine R. النقطة الأخيرة اللي هنركز عليها هي إن displacement depends on the angle of incidence. لشرح كيفية عمل الأوبتيكال باثيميتر هناك عدة نقاط. نمرة واحد، الجهاز له ذراع جانبي بيسلت and this will illuminate the cornea. الضوء المنعكس من الـ anterior surface of the cornea and the posterior surface of the cornea هيمر من خلال two plates of glass، واحد ثابت والآخر متحرك. The eyepiece of the instrument منقسمة إلى جزئين،
جزء خاص بالأشعة اللي مرت في الجزء الثابت، والجزء الآخر خاص بالأشعة اللي مرت في الجزء المتحرك. هحرك الجزء المتحرك بواسطة ليفر حتى أحصل على الشكل ده اللي فيه the two segments of the cornea is just touching، ومن ثم هقرأ the thickness of the cornea من على تدريج الجهاز. لينزوميتر or فوسيميتر or فيرتوميتر هي أسماء مختلفة لنفس الجهاز اللي بيستخدم في قياس قوة عدسات النظارات and contact lens. تعالوا نتعرف على تركيب هذا الجهاز and its optics. نمرة واحد، source of light. And this source of light will illuminate a movable target. This illuminated target may be in the form of circle of dots or a crossing lines. نمرة تلاتة، a fixed lens، وهنشرح وظيفتها بعد قليل. نمرة أربعة، the eyepiece، ودي مثل ال eyepiece of slit lamp وبتتكون من astronomical telescope. علشان أشوف صورة واضحة من خلال ال eyepiece لازم الأشعة الداخلة تكون متوازية، وده هيستلزم إن الأوبجكت اللي هو عبارة عن ال illuminated target يكون بعيد جدا، ولذلك بتوضع ال fixed lens to shorten the working distance. وظيفتها مثل وظيفة ال objective lens في ال slit lamp. تعالوا نتعرف على كيفية عمل الفوسيميتر. الدياجرام الأولاني بيوضح مسار الأشعة أو الأوبتكس بدون وجود الـ unknown lens، a source of light and illuminated target موجود at the focal point of the fixed lens، وبالتالي هيخرج من السيستم barrel rays هشوفها بوضوح بواسطة الـ eyepiece. الصورة الثانية والثالثة بتوضح الـ optics of the system في وجود الـ unknown lens. الـ unknown lens بتبقى مثبتة على بلاتفورم أو حامل موجود ما بين الـ fixed lens والـ eyepiece. نتيجة وجود الـ unknown lens هيتغير الـ versions of rays، وبالتالي الصورة اللي أنا شايفها بالـ eyepiece هتبقى الـ defined. هحرك الـ illuminated target قربا وبعدا لغاية لما أستعيد الصورة الأولانية اللي هي sharply defined image. الـ illuminated target زي ما بيتحرك by the knob or the wheel قربا أو بعدا، النوب دي بتحرك أيضا a calibrated measure. By knowing the focal length of the unknown lens, its power can be calculated. تعالوا نذكر بعض النقاط الكلينيكال الخاصة بالفوسيميتر. أول نقطة أحب أذكرها هي إن إحنا بنقيس the back vertex power of the lens، ولذا يجب أن ألاحظ وأنا بحط النظارة على الفوسيميتر إن الدراع يكون متجه إلى أسفل. تاني نقطة، تعالوا نفحص the field of فوسيميتر. إيه اللي موجود فيه؟ نمرة واحد، the illuminated target. الإليومينيتد تارجت
ممكن يكون في موجود في صورة cross lines أو موجود عبارة عن circle of illuminated dots. نمرة 2 الريتيكل سكيل أو المؤشر، وده بيتحرك على graduated scale لتحديد الأكسس of cylinder lens. نمرة 3 مجموعة متداخلة من الدوائر تستخدم في قياس البريزم. تعالوا نعرف ازاي هنستخدم الفوسيميتر. نمرة 1 لو النظارة فيها spherical lens فقط. The target will be out of focus. هحرك التارجت ويل to get a focused image. وهقرا الباور من خلال السكيل اللي موجود. نمرة 2 لو النظارة فيها سلندر، هحرك التارجت ويل، هأجد ان one of the lines هيبقى focused. هحرك المؤشر او السكيل بحيث ان هو يبقى موازي للخط الفوكست، وهاخد قراءة. بعد كده هأحرك المؤشر، هأحرك الويل مرة أخرى to get the perpendicular axis focused، وهاخد قراءة تانية. الفرق ما بين القراءتين هيساوي the power of the cylinder lens. مثال، لو إن أنا في الصورة دي في الاكسس اللي هو الفيرتيكال خدت قراءة وتلاقيتها ماينس 3، وفي الاكسس اللي هو في 180 خدت قراءة وتلاقيتها ان هي ماينس 5. يبقى قوة النظارة دي ماينس 3 ماينس 2 اكسس 180. How to use fossimeter for measuring prisms. في حالات spherical lens أو spherocylindrical lens هأجد إن crossing of the target lines موجودة in the center of the circles. بينما في حالات prisms it will be shifted in one direction and كل دايرة بتساوي 1 بريزم ديوبتر. لذلك في هذا المثال قوة البريزم هتساوي 2 بريزم ديوبترز. How to use fossimeter in measuring the bifocal ad? The spectacle is turned upside down. عكس الوضع العادي، يعني الدراع هيبقى متجه إلى أعلى، وهستخدم الفوسيميتر في قياس الباور الخاص بالجزء اللي فيه النير آد. The add equals the difference between the two powers. Automatic lensometer. The optics of automatic lensometer بتختلف عن المانيوال لينزوميتر. لفهم الأوبتكس of automatic lensometer تعالوا نسترجع بعض الأوبتيكال رولز. نمرة 1 A beam of light passing through a lens it will deviate. نمرة 2 This deviation is related to the lens power and its prismatic effect. قد ايه البيم ده بيبعد عن its center، وبالتالي المحصلة النهائية هتبقى عندي 5 variables هيحددوا الوضع النهائي للبيم. These 5 variables are sphere power, cylinder power, cylinder axis and off-center displacement. قد ايه
الray of light هيبعد عن السنتر in x and y. Optical principle، الفكرة الأساسية للجهاز بتعتمد على فكرة ال wave front barometer. Four parallel beams في حدود 5x5 mm is shined to the unknown lens. The displacement in XY is detected by a detector. Accordingly, the lens power is calculated. Thank you.